عقب ما استشهد ابو خالتي جينا، يعني من جوز من شهر واحد جينا قاعد تثلج، بعد قاعد نتعود اول باول. اول ما جينا ضعت يعني ما كنتش مستوعب ان شلون راح اقعد بالمخيم. حسيت حالي وحيد اول ما اجي، بعدين لقينا اصحاب جداد تعرفنا عليهم وصلنا عاد والنادي اساتذه ظلوا يلعبون، عشان الواحد يعني ما عاد يتذكر شو صار معه، صار يتذكر شو بده يسوي. قوية شخصيته. ايش عم بنسى وايش عم بطلع به؟ يعني مثل ما تبغى خالتي، انه مستحيل ينسى.